مساء الخير متابعينا. توقعات الأحوال الجوية في المملكة: تبقى المملكة تحت تأثير المنخفض الجوي المصنف بأنه من الدرجة الثانية هذه الليلة، وتبقى الأجواء باردة في أغلب المناطق شديدة البرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية. تهطل الأمطار بمشيئة الله تعالى على فترات في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة. درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة عمان تهبط إلى 5 درجات مئوية مع أجواء ماطرة على فترات. نهار يوم غد السبت تبقى المملكة في ساعات الصباح تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي الذي صنف بأنه من الدرجة الثانية. تبقى فرص الأمطار قائمة في ساعات الصباح في المنطقتين الشمالية والوسطى، ثم تتراجع تدريجيا هذه الفرصة مع تقدم تأثير لمرتفع جوي يتوقع أن يبسط سيطرته على المملكة مع ساعات المساء والليل، بحيث يكون الطقس مع ساعات مساء يوم غد السبت مستقرا بوجه عام. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدا والصغرى ليلة السبت على الأحد، التي نبدأها شمالا من مدينة إربد. تكون العظمى فيها 11 إلى 8، جرش 10 إلى 7، المفرق 10 إلى 5، وفي عجلون في ساعات النهار والليل 8 درجات مئوية. المناطق الوسطى من المملكة تكون في عمان 8 إلى 6، البحر الميت 18 إلى 13، مأدبة 10 إلى 5، الصلد 8 إلى 6، الزرقاء 11 إلى 7 درجات مئوية. جنوبا تكون في الكرك 9 إلى 6، الطفيرة 9 إلى 5، معان 13 إلى 5، جبال الشرام من 6 درجات مئوية نهارا والصغرى 0 مئوي. ترتفع في خليج العقبة إلى 21 درجة مئوية في ساعات النهار، في حين تهبط الصغرى إلى حدود 14 درجة مئوية. في المناطق الشرقية من المملكة تكون في رويشت 15-5، الصفاوي 13-4، وفي الأزرق من 14 إلى 5 درجات مئوية. قبل الختام ندعوكم إلى مراعاة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة في ظل انخفاض درجات الحرارة، كما ندعوكم في أثناء القيادة على طرقات المرتفعات الجبلية للانتباه والحذر الشديد بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.